لكن عايز استاذنكم عشان تعرفوا برضو ما شاء الله برنامجكم الدنيا مسمعه ازاي. موقع ليفربول اف سي ده عليه 35.5 مليون، ده الموقع الرسمي بتاعهم على صفحتهم على الفيسبوك، بياخدوا كلامنا ودي تالت مرة يعملوها. هوريكم النهاردة كانوا كاتبين ايه بعد طبعا الهدف يوم الاثنين، انا اسف الاثنين اللي فات بعد ماتش الايفرتون. بالظبط كاتب لك ايه بقى فوق، احترس هنا من محمد صلاح، او كما يقال في مصر، جاي دي جملتي بقى، من كتر قربي وخوفي عليك من فضلك قدام صلاح اقفل رجليك. ده كان قدام واتفورد ماتش اللي هو حط الكره بكعبه بتاع اتنين ده، اللي هي دي اهي اهي بالبيرو اهي اهي، من احترس هنا محمد صلاح، او كما يقال في مصر، من كتر قربي وخوفي عليك من فضلك قدام صلاح اقفل رجليك. ليه الجمله الشهيره اللي احنا دايما بنقولها في الماتشات، وده شيء جميل، ودي تالت مره ياخدوا حاجات مننا يحطوها على صفحتهم على الفيسبوك اللي فيها 35.5 مليون متابع. حاجه جميله. قليلين يا كابتن. قليلين. قليلين بس كعب حلو قوي يا كابتن. قوي 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 جميل. وربنا كرمه والولد ما قفلش رجليه. ما لحقش يا كابتن. ربنا بقى خلاص. ما لحقش. ما لحقش. من سرعتها. طبعا. مفاجأة يا كابتن. مفاجأة جميلة. طيب.